نروح بقى لتاني خبر معانا وليه علاقة برضو باستعدادات المباراة مع المصري، وهو مواصلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية النهاردة الصبح على ملعب التتش بعد ما كان الفريق رجع امبارح من الراحة السلبية، واشترك معاهم في التدريب اللاعبين الجدد محمد الضاوي وخالد عبد الفتاح وعودة طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو. كمان النهاردة هيرجع أو رجع محمد عبد المنعم مدافع الفريق وأدى تدريبات لوحده بالجري وعمل جلسة تأهيل في الجيم، وأكرم توفيق كمان عمل جلسة علاج طبيعي تحت إشراف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق حريص على الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق التمرين وبيتكلم معاهم طبعا في كتير من الأمور التقنية. إن شاء الله تكون مباراة كويسة جدا ونبقى مستعدين ونقدر نخرج منها بالثلاث نقط ونفرح جماهيرنا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله، يعني الحقيقة أنا متفائلة بمباراة المصري إن شاء الله تكمل سلسلة فوز النادي الأهلي.